وإلى المهرة، حيث قال مسؤول التواصل الخارجي في اعتصام المهرة أحمد بلحاف إن الاحتجاجات السلمية ضد وجود القوات السعودية ستستمر. ووصف بلحاف انتشار القوات في مناطق مختلفة من المحافظة بغير المبرر. نعم، ومنذ قرابة عامين يواصل أبناء المهرة اعتصاماتهم ووقفاتهم الاحتجاجية في مختلف المناطق والمديريات، مطالبين بإنهاء التواجد السعودي غير المبرر في المحافظة. وإقالة المحافظ باكريت إلى جانب وقف دعم وإنشاء ميليشيات خارجة عن سلطة الشرعية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف عضو لجنة اعتصام المهرة سيد علي بن مبارك. أهلا وسهلا فيك سيد علي. إذن هل هذا المجلس الجنوبي الذي من المتوقع الإعلان عنه سيقتصر على المهرة فقط أم سيضم محافظات جنوبية أخرى؟ مرحبا. بالنسبة لهذا المجلس، مجلس الإنقاذ الجنوبي، هذا بيشمل جميع المكونات الجنوبية، يدخل تحت إطار هذا المجلس، وهو يعني مبدئيا الآن يكون الإشهار عنه في تاريخ 18 من هذا الشهر، وسيكون هناك يعني المكونات، سيتم الإعلان عن جميع المكونات التي اتخذت تحت هذا المجلس. على ما يحصل في محافظة المهرة أو في المحافظة في الجمهورية بشكل عام، حقيقة التحالف تحول عن مساره وبدأ بالتوسعات الخاصة أو بما يعني هناك سطو غير عادي من قبل الإخوة الشكاك في المملكة العربية السعودية عندنا في المهرة أو الإمارات العربية في سقطرى. هذه الدولة كانت لإيقاف اليمن حسب ما كان يتوقع اليمنيون، ولكن حصل للأسف عكس ذلك، فهي هي الان تحاول ان تفرض مصالحها على حساب في هذه المناطق دون الرجوع الى المرجعيات او الى حقوق اليمنيين وحقوق ابناء هاتين المحافظتين. يعني سيد علي، انتم من ابرز من وقف ضد التواجد السعودي في المحافظات اليمنيه اليوم، وانتم تشاهدون تسلم القوات السعودية للمواقع التي كانت تسيطر عليها القوات الإماراتية وتعزيز وجودهم في سقطرى إلى جانب وجودهم يعني منذ فترة طويلة في المهرة، كيف تتابعون الوجود السعودي في هذه المحافظات؟ الحقيقة هو توسع نفوذي يعني للدولتين، تبادل النقود وتبادل المصالح على مستوى اليمن عموما. في المهرة القوات السعودية متواجدة بشكل مكثف، بينما هناك الحوثي هو اللي يضرب على الحدود السعودية. يفترض على القوات السعودية انها تواجه بقواتها وبرجالها واسلحتها الحوثي اللي هو يضربهم ويحتل اجزاء من على مقربة منهم من الحدود السعودية. نحن في المهرة بعيدين ولا يوجد عندنا شيء مما يقلب سكينتنا الا هذه القوات الموجودة، وعلى ونفس الموضوع في جزيرة سقطرى. نعم. نجمع بين المهرة وسقطرى علاقات وضيدة قوية جدا، وهناك امور خواص بهم بابناء المهرة وسقطرى. نعم. وفي جزيرة سقطرى هناك اماراتيين يعملون الافعال، ولكن هناك المحافظ المحروس رجل وطني ورجل يحافظ على سيادة بلده. نعم. ولن يسمح للإماراتيين أن يعبثوا بالمحافظة. أما نعم. بالعكس عندنا في محافظة المهرة. نعم، بالعودة اسمح لي سيد علي إلى المجلس أو مجلس الإنقاذ الوطني الذي كان قد أعلن عنه وكيل محافظة المهرة السابق الشيخ علي الحريزي، وأنت أيضا تطرقت إليه وقلت بأنه في البداية سيكون في المحافظة، هل يعني ذلك بأنه سيكون بديل عن لجنة الاعتصام الذي عرفتم بها خلال الفترة الماضية؟ لا، ليس لم يكن بديل. ولجنة الاعتصام إن هي ماذا تكون إلا مكون من مكونات هذه المجلس، هذا إذا كررت قيادة اللجنة أن تنضم إلى هذا المجلس، لأنه إلى الآن قيادة لجنة الاعتصام لم تعلم بشكل رسمي انضمامها إلى المجلس، ومن المؤكد أن لجنة الاعتصام سوف يكون مكون من مكونات هذا المجلس، لأن هذا المجلس سيحافظ على اليمن وسيحافظ على سيادة اليمن بشكل عام وعلى الأراضي الجنوبية، وهو مع القضية العادلة للقضية الجنوبية بأن يكون هناك إطار وأن يكون هناك حوار شامل بين جميع المكونات الجنوبية، وأن لا يكون هناك تدخل خارجي على جميع المستويات. فإن أهداف هذا المجلس طرد جميع القوات الخارجية من اليمن
وان يكون اليمن ان يكون هناك حوار شامل بين وكان المجلس المرتقب نعم اليمنيه وكان المجلس المرتقب الاعلان عنه يريد ان يظهر ويقول ان المجلس الانتقالي الجنوبي لا يعبر عن كافه الجنوبيين، هل هذا هو احد اهداف المجلس؟ ربما يكون ربما هذا ما صرح به وكيل المحافظه الشيخ الهريدي ان المجلس، وهذا فعلا من المؤكد ان المجلس الانتقالي لا يمثل جميع الجنوبيين، المجلس الانتقالي وكما هو مشاهد وكما هو مراء من العالم، المجلس الانتقالي يمشي وهو باوامر اماراتيه بحته، فالمشروع الوطني والمشروع اللي يريد ان يكون له حاضنه شعبيه داخل الجنوب، ان يكون بعيد عن جميع التوصيات الخارجيه، وان يكون ابناء الجنوب انفسهم ان يكونوا لهم الحريه لهم القرار، اما بما يفعله الان المجلس الانتقالي وباوامر اماراتيه بحته، لان القيادات المجلس وللاسف هي تحت اوامر اماراتيه واضحه جدا، فمجلس الانقاذ يحاول ان يضم حتى المجلس الانتقالي الى هذا الى هذا المجلس، وان يكون وان يبعدوا عن الوصايا الخارجيه وان يكون لهم القرار. وهل تتوقعون قرارهم بينفسهم؟ نعم، هل تتوقعون ان يكتسب هذا المجلس تأييدا من ابناء المحافظات الجنوبيه الاخرى وربما انضمامات الى هذا المجلس؟ الامل كبير يعني ان هناك الوطنيين من ابناء اليمن ومن ابناء الجنوب خاصه سوف ينضمون الى هذا المجلس وسوف يرون النور وسوف يرون الامل. مباركة الأمل أن تظهر مع هذا المجلس، لأن إلى الآن المشاريع اللي ظهرت على الساحة اليمنية مش مشاريع ضيقة ومشاريع خاصة، مشاريع تدفع أجندة خارجية، على سبيل المثال الحوثي يدفع إيران والانتقال يدفع الإمارات وهناك قوات تدفع السعودية، لا يوجد مشروع وطني يضم هذا المجلس أن يكون له الشرعية الوطنية وأن يكون له شخصيات وطنية تحب هذا البلد وأن تبعد جميع الوصايا الخارجية وأن تكون على مسؤولية كبيرة للوطن وأن تقدم ما لم يقدمه المكونات السابقة على اليمن. إذن شكرا جزيلا لك عضو لجنة اعتصام المهرة علي بن مبارك.